سيت الخير والعافية على أحلى وأرق وأجمل متابعين بالدنيا، متابعي شاشة العالة العراقية، شاشة الرشيد الفضائية. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وراحة بال ورزق يا ربي. اليوم احنا وياكم بتغطية خاصة جميلة ومميزة، وأيضا ببرنامج عيد وحب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة. أنا وياكم حسناء الشجيري، إن شاء الله راح أكون وياكم على مدار العيد، يعني 4 أيام راح أكون وياكم من الساعة 8 ولغاية 9. اليوم تغطيتنا أو حلقتنا وباقي الحلقات على مدار 4 أيام راح تكون منكم وإليكم، يعني ما عدنا لا إعداد ما عدنا فقرات، راح تكون هذه التغطيات مخصصة لكم من خلال أرقام تظهر في أسفل الشاشة إن شاء الله، من خلالها تتواصلون ويانا ونسمع أصواتكم الجميلة والرائعة، نسلم على بعض. وأيضا أي شخص حاب يعايد أهله أصدقائه أحبابه، إذا ما سنت لكم الفرصة أنه تشوفوا وجها لوجه تلتقون به، ممكن الظروف ما شاءت أنه تعايدون بعض، شاشة الرشيد الفضائية تحت لكم هذه الفرصة حتى تتواصلون ويانا من خلال برنامج عيد وحب، فبالتالي تعايدوهم. وإذا عندكم أي شخص خارج العراق زعلان عليكم، بالتالي هذه الأيام وهذه المناسبة السعيدة والجميلة بيها ما يسوى الزعل، فخلي شوية نجي على أنفسنا ونعايد ونراضي كل شخص اليوم شايل بقلبه علينا، بالتالي ماكو أحلى من أنت تبادر بالصلح. هذه الأيام كلش حلوة، خلي نستغلها. هذه الأيام نفس الوقت هي أيام تكون بيها تبادل الزيارات، فاليوم هواية من الأشخاص ممكن يكون صعب عليهم بسبب التزاماتهم بسبب أمور أخرى، من خلال هذا كل سهل اليوم تواجد الموبايل أو السوشيال ميديا. إذا ما تحب تتصل، مجرد مسج بسيط تعايد به أي شخص موجود من أقاربك من أصدقائك، ما تتصور هاي المبادرة إيش قد راح تفرحه. اليوم أنا أتمنى أسمع اتصالاتكم ومعايداتكم من جميع محافظاتنا العراقية، خلوا يكون العيد بعيدين من خلال ما أسمع أنا أولا أصواتكم وأيضا أعايدكم. كل عام والرشيد بألف خير، كل عام وكادر قناة الرشيد بخير وصحة وسلامة، من المدير العام أستاذ علي بابان وأيضا مدير البرامج الغالي أستاذ محمد الحبوبي، كل كادرنا العزيز كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، ينعاد عليكم هذا العيد وعلى كل عوائلكم بالخير والصحة والسلامة. أما على صعيد الشخصي فأعايد أولا والدتي حبيبتي تاج راسي، يا رب إن شاء الله تكونين بصحة وعافية وخير، وأيضا أعايد أخواتي اللي مالهم بالدنيا غيري وما إلي غيرهم بالدنيا، إن شاء الله يا رب أشوفكم بأحسن حال وأحسن بنوتات بالدنيا. مشاهدينا راح نكون ياكم على مدار ساعة كاملة، بهذه الساعة أنا أنتظر كل اتصالاتكم الجميلة، وأرجع نوه للمرة الثانية هذه التغطية راح تكون على مدار 4 أيام من الساعة 8 ولغاية 9، فأني أتمنى اليوم أي شخص موجود بكل محافظة حابة أعرف شنو الطقوس اللي راح تسووها وين تروحون، وأهم شيء موضوعة الكليتشة، إحنا عندنا طقوس خاصة بالعيد، ما ممكن أنه يمر علينا العيد أو أول ما يبلش إذا ما إحنا نسوي الكليتشة، فأني حابة أعرف اليوم طقوسكم وعلى مدار باقي 4 أيام شنو راح تسوون، فأنتظر كل اتصالاتكم الجميلة ببرنامج عيد وحب، وإن شاء الله يا ربي مر علينا هذه 4 أيام أو 3 أيام لا فاقد ولا مفقود، وبالتالي يا رب تحققون كل أمانيكم وكل شيء تطمحوا له وتتمنوا له في الدنيا. أكيد إحنا متواصلين ياكم، ما أعرف أعتقد عندنا اتصال، الاتصالات إن شاء الله راح تجهز بعد قليل من خلال أرقامنا الظاهرة في أسفل الشاشة، اتواصلوا يانا عايدوني وأعايدكم، وأيضا عايدوا كل أهلكم وأحبابكم وأصدقائكم وناسكم، وإذا أي شخص ممكن اليوم عندكم تاتشو يا فهذه فرصتكم أكرر للمرة الثانية. إحنا بالعراق طقوسنا العيد كلش حلوة، صلة الرحم، أكد وأشدد على صلة الرحم لازم تكون موجودة بهذه الأيام، يعني خليك بين أصدقائك أقاربك أهلك، لازم تكون الزيارات موجودة، وإحنا من النوع كعراقيين نموت على الخطار نموت على الزيارات، نحب نروح هنا كخطار ونحب خطار يجي علينا، وتبدي السفرة والمائدة ما لذة وطاب بكل أصنافها بكل تفاصيلها، فكل عام وأنتم بألف خير، خلونا نستغل هذه الأيام الحلوة بالسعيدة بأحسن حال. مثل ما تشوفون اللوكيشن الخاص ببرنامج عيد وحب بالباحة الخارجية من استوديو
الرشيد. فبالتالي يمكن إذا شوفون من خلفي الأجواء كلش حلوة وتجنن وأكثر من رائعة، الناس كلش مستمتعة، واضح أجواء العيد بهذا اليوم، الناس ما شاء الله طالعة ومستمتعة، وإذا تسمعون صوت الأغاني وأكو فالضوضاء، واضح اليوم تواجد الناس بكثرة بداخل الزورة. يمكن هواي يتساءلون شنو هذا المكان اللطيف اللي من خلفك، احنا بداخل الزورة، واحنا اكثر مكان عندنا ببغداد جميل، وبالتالي اي عائلة حابة تنفه عن نفسها تطلع تغير جو، ما عندنا مكان احلى من الزوراء حتى يجون بي يتونسون ويغيرون جو، يجيبون وياهم الطعام، يفرشون السفرة على العشب او الخضار الجميل، بالتالي تكون الاجواء اكثر من رائعة. نستقبل اول اتصال. جنة مساء الخير وكل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة. وانت بألف خير. شنو اخبار جنة؟ والله الحمد لله. دومك بخير يا ربي. هذه فرصتك جنة حبيبتي، المن حابة تعايدين واي شيء يدور بخاطرك قولي من خلال شاشتنا للشخص المعني، تفضلي. والله احب اعايدكم وعايد اهلي. حبيبي. زين. جميل. بس الأهل، ما عندك أصدقاء، ما عندك شخص مغترب خارج العراق، شخص ممكن زعلان عليك؟ صديقاتي. صديقاتك؟ أنت طالبة، موظفة، ربة بيت؟ لا طالبة. طالبة بأي صف؟ ثاني متوسط. ثاني متوسط. حبيبتي يا رب إن شاء الله النجاح، وسنة تجي لح تجيك بكالوريا، فشدي حيلك وإن شاء الله يا رب أهلك يشوفوك أنجح وأشطر بنوتة بالدنيا إن شاء الله. حبيبتي جنة نورتينا وشكرا لاتصالك. إذا جنة كانت أول اتصال ويانا، وإحنا باقين ومستمرين ياكم بتغطيتنا لهذا اليوم ببرنامج عيد وحب، وننتظر كل اتصالاتكم الجميلة. شدوا شوية حيلكم، أنا أريد اليوم تفرحونا باتصالاتكم الأكثر من رائعة، أسمع أصواتكم الجميلة، وأتمنى تكون اتصالات من أكثر محافظة، يعني اليوم أحب يشاركون ويانا كل المحافظات العراقية من الشمال للجنوب، وأكيد كل عام وأنتم بألف خير. عندنا لؤي من الأنبار. لؤي مرحبا. نعم لؤي. يا اهلا وسهلا، كل عام انت بخير الصحه والسلامه، من العايدين يا ربي. وانتم من العايدين ان شاء الله. الله يخليك لؤي. احكي لي لؤي، شلون الطقوس يومكم بالانبار؟ شلون استقبلتوا العيد؟ شنو سويتوا؟ والله الطقوس كلش حلوه هنا بالانبار. اكيد. زين. ونمشي الامن والامان يا رب على جميع العراقيين. اخذت عيديه، نطيت عيديه، احكي لي اهم شيء العيديه. والله عيدي انا انطيت عيدي، ما حدا انطاني عيدي. المن انطيت وش قد انطيت؟ والله بس العيدي 250 الف دينار. هاي المن راحت من نصيب منه، لو وزعت هال 250؟ لا وزعت. ها بالعافيه عليهم ان شاء الله يا ربي. انتم موجودين بالبيت لو مقررين تطلعون اذا مو اليوم بقيه الايام؟ لا والله ما اليوم موجودين بالبيت، وجاي نستقبل قطاره هاي، فنطلع ان شاء الله بقى. احلى شيء ما اعتقد والله راح تلحقوا، لان اعرف اجواء الانبار والخطار، فما اعتقد على مدار الايام راح تقدرون تطلعون. سويتوا كليتها اكيد. لا شيء اكيد. تحياتنا اكيد للوالده وللعائله، تحياتي لهم، واكيد كل عام وانتم بالف خير يا ربي. عندك رساله معينه او حاب تهدي كلام معين ايا كان اللي يدور بخاطرك للشخص المعني، فتفضل من خلال شاشتنا. والله أعايد من خلال شاشتكم، أحب أعايد حبيبتي. زين، تحياتنا لها إن شاء الله تسمعك. الأمور طيبة أنت وياها؟ لا مو لا. الأمور طيبة أنت وياها، يعني مصافي الأمور بيناتكم؟ إن شاء الله الأمور طيبة، الأمور طيبة. يا الله طيبة. الله يبشرك بالخير، تحياتنا لها ولعائلتك وإلك، شكرا لاتصالك يا عزيزي. يلا عندنا اتصال آخر، سيف علي من كركوك، وحي الله كل محافظاتنا العزيزة، ومساء الخير وكل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير وصحه وسلامه، شلونك سيوف؟ الحمد لله زين، شلونكم؟ دومك بخير، احنا بخير بسمع اصواتكم الجميله. احكي لي شلون الاجواء بكركوك، اجواء العيد؟ الحمد لله زين. سيوف زين والله. ايش قد عمرك؟ ايش قد عمرك؟ عايد لاهلي واحبابي واصدقائنا. زين. ايه سيف، سؤال، ايش قد عمرك؟ ها؟ ايش قد عمرك؟ عمري 13. العمر كله يا ربي. حبيبي حصلت عيدية؟ لا حصلت عيدية؟ زين ايش قد؟ ايش قد حصلت؟ ايه ايش قد حصلت؟ ايش قد نطاك عيدية الأهل؟ ايه
14. اوكي الف عافيه حبيبي، تتهنى بهم وان شاء الله وتصرفهم بالهنا يا ربي. شكرا لك ولاتصالك، وعايد للعائله من يمك، وتحياتي لكم حبايبي كل الهلا. عندنا ايضا عباس من الانبار، منورين اليوم واكثر الاتصالات من الانبار. مساء الخير وكل عام وانت بالف خير يا عباس. مساء النور. مساء النور وكل عام وانتم بالف خير، صحه وسلامه من العايدين. علينا بالصحه والسلامه. امين امين يا رب. احكي لي اليوم شنو سويتوا بالعيد؟ وين ناويين تطلعون؟ المن حاب تعايد؟ والله احنا اليوم عايدنا اقاربنا. اوكي. اي نعم، وفحابين من خلال قناتكم نعايد اصدقائنا. اوكي. إيه زين. نعم. عباس انت متزوج لو لا؟ نعم متزوج. يعني. متزوج، تحياتنا لعائلتك. عباس اكو دائما نعم. احنا عندنا فد عاده معينه بالعراق اللي هي حق الملح، او نسميها بالعاميه حق الملح. يمكن إيه تعرفها؟ نعم. سامع بيها او لا؟ شلون اختي؟ تعرفها لو لا حق الملح؟ تعرف شنو معناها؟ لا والله ما اعرف. انا راح اقول لك معناها، معناها خاصة بشهر رمضان واواخر شهر رمضان، اي شخص اليوم متزوج، زوجته تدري على مدار ايام شهر الفضيل تتعب وطبخ والحار وهي صايمة، فنهاية شهر رمضان يكافئها يا اما بمبلغ مالي او هدية حلوة. فانت سويت هذا الشيء لو لا؟ هي هاي تسمية حق الملح. لا انا راح اخدم سفرة ان شاء الله. وين؟ ان شاء الله الاربيل. ان شاء الله يا رب، سفره سعيده مقدما وعاشت ايدك. الله يسعدك. الله يعطيك صحه وعافيه. الله يخليك. الله يعافيك. نورتنا وحياك الله كل الهلا. عيوني عيوني. اليوم نشاط اهل الانبار غير شكل. انا ما اريد بس اهل الانبار يتصلون بينا، اريد استمتع باصواتكم من كل المحافظات العزيزه. اتمنى اليوم من الشمال للجنوب تتواصلون ويانا وتتصلون بينا ونعايدكم وتعايدونا وتعايدون كل شخص حاب يوصل او توصلون معايدته من خلالكم الى. فاتصلوا بينا، ارقامنا ظاهره في اسفل الشاشه، منتظرين تسنوا هاي الفرصه اللي قدمتها لكم قناه الرشيد الفضائيه. ويانا غزوان من بغداد، وحياك الله وكل عام وانت بالف خير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، كل الهلا، شلونك؟ الله يخير. والله الحمد لله بخير. دومك بخير يا ربي. الله يخير. للعايدين ان شاء الله. عايد الاهل والاصدقاء. اوكي. والوالده والوالد بالدرجه الاولى. ان شاء الله يسمعون معي. والزوجه والاولاد، واحب عايد حضرتك. شكرا جزيلا. احكي لي شنو سويتوا بالعيد؟ طيت عيديه؟ ناوي تطلعون تسافرون؟ احكي لي. احنا ما ناخذ بس من طهنا. زين، وانطيت عيديه خسرت؟ ايش قد خسرت بالله؟ ايش قد خسرت عيديه؟ خسرت؟ اي والله بعد ما حاصل هي هسه. يعني اكيد مو خساره بالاهل وبالاطفال، صح لو لا؟ يستاهلون. لا اكيد مو خساره، هي خاصه ام البيت الله يعطيها صحه وعافيه. بالعيد اكيد فشي مهم، هذا الشيء اكيد اكيد مال العيد لازم ضروري ضروري. شكرا لك ولي اتصالك، نورتنا وتحياتنا للعائله الكريمه وعايدنا اياهم. فاكيد المره الثانيه كل عام وانتم بالف خير وصحه وسلامه يا ربي. عندنا اتصال اخر، حيدر من واسط. يا هلا ومية هلا، كل عام انت بخير حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير. صحة والسلامة للعائدين الله يخليك. الله يبارك فيكم. حيدر احكي لنا أجواء العيد يمكم شلونها؟ والله ما شاء الله، يعني أجواء العيد بعد ناس مستمتعة. يعني إن شاء الله باكر إن شاء الله ماكو فرق إن شاء الله، بس أكيد يعني بما أنه هو بكرة العيد فحاليا أنتم تتحضرون لأجواء العيد والطقوس وهاي التفاصيل. أيوة وتبلشون. أيوة بالعيدية. أيوة. والكليتشة أكيد. زين، انت مقدما قبل لا يجي العيد ان شاء الله اللي هو بكره، المن حاب بتعايد وتهني سواء بداخل العراق او خارج العراق؟ الو حيدر. مع الاسف انقطع الاتصال ويا حيدر، اتمنى تعود الاتصال مره ثانيه. تبارك. تبارك من وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، كل عام بخير حبيبتي. وايامك للعايدين يا ربي. الله يخليك حبيبتي. تبارك من وين؟ من بغداد. من بغداد؟ يا بابل. من بابل. يا هلا ومية هلا كل اهلنا ببابل. احكي لنا شلون الطقوس ببابل؟ والله الحمد لله مستمتعين. يعني اليوم الاجواء حلوه وايد. زين، وين ناوي تطلعون بالعيد؟ والله يعني باكر نروح، يعني احنا باكر عيدنا وين؟ باكر راح نروح يعني نعيد.
اي قبل بيوم عاده تكون المخططات واحد أيه يفكر وين يطلع. طبعا حاضرين لك اليوم حاضرين ترتيب البيت ورجعنا الفاصوليه اهم شيء الفاصوليه. الله الفاصوليه الف عافيه يا رب المقدمه. هي تتقع من الليل وتطبخ الصبح؟ اي لا طبخه الغداء يعني فاصوليه وتمن وتمن شوي يعني كل عيد. تمن احمر اذا سمت شوي لازم التمن الاحمر موجود. حبيبي الله جيمر وكاهي. هذه احنا الطقوس او التفاصيل اللي نمشي عليها كل سنه وكل عيد لازم تكون موجوده مشاهدينا. انقطع الاتصال ويا تبارك. شكرا لك ولاتصالك مع انه للاسف ما لحقت تعايد. عندنا ايضا اتصال من كركوك مصطفى. مساء الخير وكل عام وانت بالف خير وصحه وسلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا شلونك؟ اسم مبارك. منو؟ مصطفى علي. يعني مصطفى علي يا اهلا وسهلا وعيدك مبارك ان شاء الله حبيبي. المن حاب تعايد؟ اهلي واصدقائي وعمامي. اوكي انت بالمدرسه صح؟ عايدة جدي. شكرا حبيبي. سؤال، انت بالمدرسه صح؟ ها انت بالمدرسه؟ ايه يا صف سادس. سادس حبيبي ان شاء الله كل التوفيق يا ربي. تحياتي للعائله وعايد لي اياهم. شكرا شكرا حبيبي مصطفى كل الهلا. اذا مشاهدينا مستمر ياكم باجواءنا الاكثر من رائعه بتغطيه وبرنامج عيد وحب، لكن حاليا ناخذ بريك بسيط ونسمع الاغنيه نغير بها المود وراجعين لكم. وانتم بألف خير وصحة وسلامة وراحة بال ورزق حلال. متواصلناكم بتغطيتنا الخاصة ببرنامج عيد وحب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ينعم عليكم بأحسن حال إن شاء الله. اللهم آمين. نستقبل اتصالاتكم من جديد. عندنا متصلة كوثر شذا من بابل. مساء الخير. بخير كل عام وانت بخير حبيبي. من العايدين ان شاء الله يا عمري نورتينا كل الهلا. منورين اليوم هالبابل. اتصالاتكم وتخبل وحاضرين وبقوه. الله يخليك. احكي لي عن طقوسكم المن حابه تعايدين شنو راح تسوون ان شاء الله بالعيد؟ والله طقوسنا حلوه. احنا عندنا شو اسمه اي
لمت الاهل كلهم زين. اي والله اليوم موجودين الخطار يعني يمكم والطبخ يعني والكليتش. اقول لك اليوم الخطار موجود زين. حصلتوا عيديه ناويين تطلعون دوم الضحكه يا رب. ايش قد افرح من اسمع اليوم هاي الابتسامه والضحكه الحلوه موجوده. دوم دوم ان شاء الله حبيبي. ما عندك احد زعلان عليك او معايده خاصه حابه توجهيها الى للشخص المعني طبعا؟ لا لا كل عام وقناه الرصيد بألف خير. حبيبي حبيبي نورتينا وشكرا لاتصالك غاليتي كل الهلا. عندنا اتصال اخر. الو يا الو. عزام من الموصل يا هلا ومية هلا يسعد مساك وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير. رحم الله على والديك الله يسلمك اختنا الغالية تحياتنا لك. الله يخليك. لقناة الرشيد الفضائية. شكرا جزيلا وتحيات قناة الرشيد وكل كادرها لحضرتك ولعائلتك. المن حاب تعايد يا عزام؟ حبيت عايد أول مرة لقناتكم الكريمة. شكرا. وجناب بشر كريمة اختنا الغالية. الله يخليك على راسي. وبعد الله يسلمك الله يسلم راسي وأنا ممنون. حبيت المشاركة فقط وعايدكم فقط جازية. تسلم تسلم الأهل الأصدقاء منا منا. فكر زين قبل لا تروح. نعم صوتي قطع بعشي. أقول لك فكر زين ما حاب تعايد بعد أحد يعني لا العائلة أصدقاء. أحب عايد كل العراقيين يعني بصورة عامة يعني. يا عيني أنت يا عيني يا عيني. شكرا لك يا عزام وشكرا لتهنئتك واتصالك يا غالي نورتنا كل الهلا. حيدر من الكوت يا هلا ومية هلا. اول اتصال ويانا من الكوت وراح الاتصال مع الاسف. اتمنى تعاود الاتصال بينا مره ثانيه. ما شاء الله يعني دا نشوف اليوم اتصالات من اكثر من محافظه وهذا الشيء كل شيء يفرحنا وهاي ندل على شيء يدل انه مشاهدينا من جميع المحافظات اي مشاهدين قناة الرشيد الفضائية ومنورين بأي وقت وبأي برنامج. نفرح بكم وبمشاركاتكم وباتصالاتكم الجميلة وبسماع أصواتكم الأجمل. عندنا متصل آخر حسين من الكوت. يا هلا ومية هلا بحسين كل عام وأنت بألف خير. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. من العايدين إن شاء الله. سنة وكل عام إن شاء الله عود عليكم بالخير والبركة. الله يخليك يا طيب كل الهلا. لمن حاب تعايد؟ والله عايد قناة الرشيد والكادر كليتي. شكرا جزيلا. وبعد المن حاب تعايد؟ العراقيين كلهم من الشمال للجنوب. يا عيوني انت احكي لي شلون طقوس العيد يمكم بالكوت يعني شنو راح تسوون هذه الايام؟ والله خير من الله حضرنا كيكه وكيك والملابس ونعمه من الله. نعمه من رب العالمين. احكي لي بما انه كل عام يعود علينا بالخير والبركه. الله يخليك. احنا نعرف بايام العيد الله يسلمك يا حسين. إذا عندك وقت أنا حابة أسألك، نعرف إحنا بأيام العيد يكون أكو استغلال من بعض التجار، غلاء بالأسعار، أنتوا تتعاملون هذا الشيء بالكوت؟ لو الأمور طبيعية؟ خاصة بداية رمضان. فعلاً برمضان وبأيام العيد بهذه المناسبة والله صح. عدد. الله يساعدكم ويكون بعونكم. والله احنا مسيطرين بس في حال الفقير خطير. هذا الفقير ما يقدر يدبر كل شيء. هو هذا اللي احنا دنقوله. احنا نفكر اليوم بالطبقه الفقيره العوائل المتعففه بهذه الايام من حقهم انه يفرحون يشترون يفرحون طبعا. اطفالهم ويطلعون. فاذا على غلاء هذه الاسعار فمعناها اكيد ما راح يشوفون. الفقير الفقير الى الله بس الحمد لله والشكر الحمد لله على الله. كل حال نورتنا يا عيوني. شكرا لك ولاتصالك وتحياتنا لعائلتك. الله يخليك يا طيب كل الهلا. شكرا لاتصالك. عندنا اتصال اخر. حسين من واسط يسعد مساك يا حسين وكل عام وانت بالف خير وصحه وسلامه. انت بالف خير. يا هلا ومية هلا. الله يخليك حسين. حسين المن حاب تعايد؟ احب اعايد قناه الرشيد. شكرا حبيبي. بعد بعد المن سعيد يا عمري انت. شكرا لاتصالك يا حسين. تحياتي لك ولعائلتك. اليوم ايش قد حلو من نسمع اصواتكم الكبير والصغير يشارك ويانا بهذه التغطيه. اكيد باقين وياكم بواسط الحبيبه. وعندنا اتصال اخر من حسين. مساء الخير يا غالي. وعليكم السلام والرحمه. كل عام انت بخير وصحه وسلامه. كل عام انت بخير يا طيب. وانت بالف خير. تسلم لي. شنو اخبارك؟ خلاص من الكوت. منو؟ حيدر. حيدر حيدر خلاص. يا هلا ومية هلا نورتنا. المن حاب تعايد؟ بخير يا ربي ان شاء الله طيبين.
الله يخليك وانت طيب ان شاء الله وبخير وصحه وعافيه. شكرا لك يا غالي. بعد ان من حاب تعايد شخص ممكن زعلان عليك تهنئه خاصه من جميع العراقيين ان شاء الله ومن انجلابكم الكريم. الله يخليك. احكي لي احكي لي اجواء العيد شلون هيمكم، شنو راح تسوون، اكو مخطط معين؟ حلوه طبعا وزرنا الاقرباء والاصدقاء وطلعنا الصبح اوكي وعزيمه من هالتمام بعد ما تعلمنا. ماكو احلى من اللمه، هي هاي الايام ايام صله الرحم، يمكن احنا بقيه الايام شاغل الحياه، ما عندنا فرصه انه ننجمع، بس هاي الايام تكون عطله، هي هاي الايام انه احنا نستغلها ونستثمرها باحسن حال وبالتالي ننجمع. والله صحيح. نورتنا يا غالي، شكرا لك ولاتصالك وتحياتنا لعائلتك الطيبة الكريمة. متواصلين ياكم أحبتي بتغطيتنا وباتصالاتكم الجميلة، وعندنا أيضا اتصال آخر. أوكي دا يحضر الاتصال. مشاهدينا مستمرين ياكم بتغطيتنا جميلة، وهذه الأغنية راح نسمعها مهداة لكل عيون. ورد أسألك مشتاق لي يا الغالي، صعب الظروف ما تكتشف بس ما حمل تطبيق قناة الرشيد الآن وتابع جميع برامجك ومسلسلاتك المفضلة واستمع لآخر الأخبار المحلية العربية والدولية، إضافة إلى البث المباشر للقناة والعديد من الخصائص المميزة. عصر المشاهدة الجديدة مع تطبيق قناة الرشيد، حمله الآن على سعيد عليك. وانت بألف خير من العايدين يا ربي. من العايدين ان شاء الله عدت الكادر صحة وعافية وسلامة. طبعا تحياتنا الكادر قناة الرشيد. شكرا. نحب نهنيكم في هذه المناسبة السعيدة ونحب نقدم التحية لكل المشاهدين وبالخصوص من خالتي قاسم وجحفار، ان شاء الله اتمنى لهم حياة سعيدة
وإن شاء الله أخذنا أني ابن عمتي يا أحمد في هذه المناسبة، وإن شاء الله نشوفه على الرئيس في هذه المناسبة السعيدة إن شاء الله. إن شاء الله يسمعون كل تهانيك. ما عندك شخص معين عزيز عليك وخاص حاب تعايده من خلال شاشتنا؟ استغل الفرصة. والله هي في أكيد أحب عايد ابن عمتي محمد إن شاء الله، أتمنى له الصحة والعافية، هو زعلان علي من خلالكم، ونحب إن شاء الله نقول لك كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة. عاشت ايدك، هو هذا دائما احنا اللي نقوله، اذا عندك شخص زعلان عليك انت بادر بالصلح، هذا الشيء اطلاقا مو غلط. يعني تدرون هذه الايام والمناسبه هذه الحلوه ما يسوى بيها الزعل والدنيا خلصانه. شيء اكيد اختي العزيزه، طبعا هو زعل ما يفيد، وان شاء الله تصافى القلوب والحمد لله والشكراني يا بادر، تصافى القلوب حتى لو بادر ان شاء الله ما يكون يعني متراوع، وتكون الاجواء جدا حلوه لما تنهز الاقارب، دائما العيد يكون حلو. بس هو احتمال مدى يتابعنا حاليا، يعني انت لا ضير لو تمسك الموبايل تتصل بيه او تبعث له مسج على الاقل، هذا الشيء صدقني راح يزيل الخلاف اللي بيناتكم، على الاقل يقول لك هو بادر بالصلح. تحياتي لك، عاشت ايدك، شكرا لشجاعتك اليوم انت تبادر بهذا الصلح، نورتنا وشكرا لاتصالك يا مقتدى. اكيد باقين بواسط اليوم منورينا ما شاء الله، الاتصالات بنسبه 90% من واسط من حسين. اتصال ابو حسين. وعليكم السلام والرحمه، شخبارك ابو حسين؟ وانت الف خير، عيد سعيد عليكم وتحقيق الامان على قناه الرشيد. سلمك والله، سلمك ربي، وعليك انت من اول الشاشه والله. الله يخليك ربي يسعدك، الله تسلم. وعندي عايد احلى برنامج في هذا قناه الرشيد، برنامج عمار وشجاع، البرنامج اللي هو هذا الشهر كله. اي والله عايدهم اقول كل عام خير، ان شاء الله تسجل جديد احلى واغلى ان شاء الله برنامج. إن شاء الله يا ربي توصل معايدتك لهم، وأكيد كل عام وهم بألف خير، وكل زملائنا بالرشيد بألف خير. أتمنيت أحضر هذا البرنامج بس العمل والوضع والجواب. الله يساعدك، يلا إن شاء الله على سنة تجي. إن شاء الله يا عيوني. وتحية المدير القناة والأستاذ القناة في قناة الرشيد قناة الشعب والله. إن شاء الله توصل إن شاء الله. الله يخليك، شكرا لك ولاتصالك. عندنا أيضا عبد الجبار من كركوك. هلو. يا هلا ومية هلا، كل عام انت بخير. كل عام انت بخير وقناة الرشيد بخير. الله يخليك. والعراقيين بخير ان شاء الله. حي الله كل اهلنا بكركوك. كل كادر والمخرج وكل كادر البرنامج. شكرا جزيلا، وهم ايضا يعايدوك. وعايد العراقيين كلهم. اوكي، بعد المن حاب تعايد من الاهل الاصدقاء الدائر مداير؟ عايد زوجتي واطفالي وعايد اهلي واصدقائي. تحياتنا لهم، انطيتهم عيديه للمره، جبت هديه. انطيتهم الحمد لله عيديه. عاشت ايدك زين والله تسوي. بعد عندك كلمه حاب توجهها لشخص معين او معينة؟ ايه والله اتمنى للعراق الخير وان شاء الله صحه وامان على العراق كله، يا ربي امان وخير على العراق. تحياتنا إليك ولعائلتك وكل أهلنا بكركوك، شكرا لاتصالك يا غالي. شكرا حياك الله، نورتنا جزيلة. يا عيوني الله وياك كل الهلا. إسراء من واسط، يا أهلا وسهلا إسراء. مع الأسف انقطع الاتصال. أنا اليوم أريد أشوف وأسمع اتصالات من كل محافظاتنا، من الكربلاء، من النجف، شمالنا الحبيب. يعني اليوم عندنا كم اتصال، لكن أغلب شيء حاضرين بقوة واسط والأنبار، فأنا أريد اتصالات تكون من كل المحافظات، تفرحونا باتصالاتكم، نتعرف اليوم أو بكرة إن شاء الله شنو راح تسوون بهذه الأيام الأكثر من رائعة. أكيد كل محافظة ولابد لها طقوس معينة، لها تفاصيل معينة، إحنا أكيد أجواءنا تكون جميلة بهذه الأيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، لكن أكيد كل محافظة لها بعض الطقوس الخاصة يلي مارسوها بهذه الأيام. قبل شوي أنا حكيت عن موضوع كلش مهم، وهذه رسالة مني أنا شخصيا لكل التجار، لكل أصحاب المحال التجارية، سوبر ماركتات، الله يخليكم بهذه الأيام خلونا نفكر بالعائلة العراقية الفقيرة، العوائل المتعففة يلي من حقهم حالهم من حالنا يفرحون يستمتعون ويطلعون هذه المناسبة، فأني أتمنى تفكرون بهم. وهلّا هلّا بالأسعار، الله يخليكم. عندنا أيضا إلهام من الديوانية، أول متصل ديوانية، نورتينا وكل الهلا، كل عام وانت بخير. هلا بيك،
ويكتب ألف خير. حبيبتي أيامكم سعيدة، كل عام وانت بخير، والقناة والكادر بألف ألف خير. من العايدين يا قلبي نورتينا، المن حابة عايدين يا إلهام؟ على نوركم. والله أسلم وعايد على كل من يسمعني وأقول له كل عام وهو بألف خير إن شاء الله تحقيق الأمان يا رب. اللهم آمين. عندك شخص مغترب زعلان عليك حابة عايدي؟ لا أنا ما أحب أن واحد يزعل علي، حتى لو يزعل علي خمس دقائق أطالحه. فدوى لوجهك فدوى لعينك، هو هذا الصح يا أم قلب الطيب. زين شلون الطقوس بالديوان يا طقوس العين؟ بالنرويج أقول لك كل عام وهو بألف خير إن شاء الله، صحة وسلامة إليه، ويجعونا بالخير والسلامة إن شاء الله. تحياتنا إليه، والله يلم شملكم إن شاء الله يوم اللي تشوفوه موجود بالعراق وتتهنون بشوفته. إلهام احكي لي. مشكورة حبيبتي، الله يطول عمرك. إلهام. نعم. اتصالك موجودة إلهام؟ نعم وياك. حبيبتي حبيبتي دا أسألك إنه اليوم أكيد أكو طقوس معينة لابد تكون حاضرة لكليتش، لابد اشتريتوا ملابس للأطفال وإلكم همية بنفس الوقت. هو بكرة إن شاء الله راح يكون العيد، إحنا حبينا نسبق يعني قبل بيوم، وأكيد تكون عندنا تغطية ومسها أكلوها لا تلحقنا الباكر ماكو. ألف عافية ألف عافية، ماكو أطيب من الكليتش خاصة بهالأيام. إحنا ما نسويها على مدار السنة بس بالمناسبات وخاصة بالأعياد. بس بالمناسبات لهذا تحسين اكو شغف بالموضوع. حبيبتي الهام نورتينا، شكرا لاتصالك، تحياتنا لعائلتك غاليتي كل الهلا. عندنا اتصال اخر. السلام عليكم. قاسم من واسط. وعليكم السلام والرحمه، كل الهلا. ايامكم سعيده وسلامة وتحقيق الامان ان شاء الله. عليكم ان شاء الله بالصحه والخير واليمن والبركه ان شاء ربي الله. تحياتي لكم قاسم بوشي من واسط الرياض. يا اهلا وسهلا نورتنا وحياك الله. المن حاب تعايد يا قاسم؟ ربي يحفظكم. اول مره نعايد كل الشعب العراقي ان شاء الله وكل الامه الاسلاميه بمناسبه عيد الفطر المبارك ان شاء الله، يعود عليهم صحه وخير وسلامه ويمن وامان كل العراقيين. امين اللهم امين يا ربي. احكي لي الاجواء يومكم اكيد اكثر من رائع، واني من خلال المتصلين السابقين يلي قبلك ما شاء الله اليوم حاضرين بقوه اهل واسط ويانا باتصالاتكم. شكرا. غير انفسكم وغير قناه الرشيد واحنا نموت عليكم والله، ربي يعزكم ونفرح باتصالاتكم وتواصلكم ويانا. الله يخليك كل الهلا. طبعا انا من خلالكم عايد من خالته حيدر بالسودان حاليا. اوكي. شغله هناك راح الدوله السودان. اوكي. ان شاء الله يكون بخير وصحة. وبعد ان شاء الله وعايدة اخوي وابن خالتي سجاد واخوي جعفر حاليا هم بالبصرة. أوكي. ان شاء الله يعودون ويوصلون بالسلامة. طبعا هم قالوا راح نجيكم يعني ساعة ساعة ايش ويطلعون من البصرة ان شاء الله يوصلون بألف سلامة صحة وسلامة. امين. وعايد كل الشعب العراقي وعايد صديقي احمد بالاردن. اوكي ان شاء الله يسمعوك يا ربي كل اللي ذكرتهم. اذا ما يسمعونا انا اتصل بيهم واخليهم حتى على اليوتيوب يسمعون. هو هذا الصح. عاشت ايدك يا غالي نورتنا وشكرا لاتصالك. تحياتي. تحياتنا لك يا طيب كل الهلا. اذا مشاهدينا نسمع لاغنيه ومكملين وياكم باجوانا الاكثر من رائعه من برنامج عيد وحب. مشاهدينا الكرام نود إعلامكم إنه تم تغيير تردد قناة الرشيد الفضائية، ولمتابعة بث قناتنا يرجى إضافة التردد الجديد وفقا للمعطيات التالية: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. لنكن على تواصل دائم.
الآن يمكنكم متابعة قناة الرشيد الفضائية بتقنية الـ HD فائقة الجودة على التردد الجديد 11315. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة مواقعنا التالية. لنكن على تواصل دائم. مشاهدينا الكرام، نود إعلامكم إنه تم تغيير أتخنى الفرحة والسعادة على قلوبكم ولو بشكل بسيط. يا ربي دوام الصحة والسلامة والضحكة والابتسامة اللطيفة موجودة على محياكم. نستقبل اتصالاتكم مجددا، وعدنا اتصال كرار من واسط. يا مساء الخير والعافية، كل عام بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا كرار، شلونك؟ الحمد لله زين. أحب أشكر قناة الرشيد. أوكي، شكرا لك. والمن تعايد؟ عايد خوالي وعايد الشعب العراق كله. زين، حصلت عيدية؟ الحمد لله شكرا، حصلت عيدية. بالعافية عليك، تتهنى بها، صرفتها لو بعد؟ لا والله بعدني. شنو راح اسوي بيها؟ والله بعدين افكر شو اسوي. بالعافية عليك مقدما، شكرا لك، وتحياتنا لماما والبابا ولكل عائلتك. شكرا لاتصالك يا حبيبي، باي باي. عندنا حسين من بغداد، مساء الخير. ألو. وكل عام انت بخير حسين. الو، مساء الخير. مساء العافيه، كل عام وانت بالف خير. كل عام وانت بخير ان شاء الله. من العايدين يا عيوني. من العايدين، قناة الرشيد من اعتاده. الله يخليك، شكرا لك يا رب. اللهم امين. احكي لي احكي لي، شنو ناويين تسوون بهذه الايام، ايام العيد؟ والله اول شيء استقبلنا العيد شوي، يعني هذا التراب. اي والله مشكله التراب مشكله، سبحان الله. هذا الشهر يعني ما اعرف، اكيد بها غايه من رب العالمين، واكيد شيء يجي من رب العالمين خير ونعمه. والله صحيح. بس اليوم الجو لطيف يعني. والله سوينا الكريت اليوم. اوكي. وخلصنا من التنظيف، وباكر ان شاء الله نبدا نطلع نشوف، نطلع يعني ويا الاهل. زين. اوكي. واكيد لابد. اتفضل اتفضل. زوجتي تعايدكم. يا هلا ومية هلا بيها، يسعد مساج، كل عام وانت بخير يا غاليتي. الو حبيبتي. يا عمري من العايدين، نورتينا وكل الهلا. بألف خير. وانت بخير يا قلبي. صحة وسلامة. عائلتك ويحفظ القناة. حبيبتي حبيبتي، شكرا لك. المن حابة تعايدين عيوني؟ أعايدكم لكم وعايد أهلي والشعب العراقي كله. أني سلوى عبد الله من بغداد. سلوى عبد الله نورتينا، وهلا بيك انت وزوجك حبيبتي. يا عمري تحياتي تحياتي لكم، شكرا لاتصالكم يا عيوني. عندنا ايضا اتصال اخر، مروه من بغداد، يا هلا ومية هلا. مع الاسف راحت مروه وانقطع الاتصال، نتمنى تعاودين بينا الاتصال للمره الثانيه. بما انه احنا متبقين دقائق قليله، فشويه شدوا حيلكم، ونريد اتصالات من محافظاتنا الاخرى. يمكن اليوم ما عندكم علم بهذه التغطيه، البعض يمكن شافها عن طريق الصدفه. انا اتمنى بكره ايضا منوهت راح اكون وياكم على مدار 4 ايام بهذه التغطيه بنفس الوقت، من 8 ولغايه 9 تتصلون بينا تنورونا، نسمع أصواتكم الجميلة اليوم. يعني أتمنى إذا مو اليوم فبكرة أو اللي بعده على مدار 4 أيام تنورونا من كل المحافظات بأصواتكم الجميلة والأكثر من رائعة. وبكرة تحديدا حاب أعرف منكم شنو راح تسوون، وين تروحون، وشلون طقوس العيد يمكم. عندنا اتصال آخر، داود من ميسان، مساء الخير وكل عام وأنت بألف خير يا داود. يا هلا ومية هلا، أول اتصال من ميسان، نورتنا يا عيوني. ربي يحفظكم ان شاء الله، يكون سعيده وصحه وسلامه من العايدين. الله يسلمك اختي الغاليه. الله يخليك يا عيوني. المن حاب تعايد تفضل يا داود. والله من خلالكم اعايد الوالد والوالده وكل الشعب العراقي ان شاء الله. تحياتنا لهم. ما عندك بعد شخص منا حاب تعايده، توصل لك كلمه رساله اللي بخاطرك؟ يعني الحمد لله والشكر احنا عايدناهم كلهم، ما خلينا واحد عاطلنا يعني، ولا واحد زعلان ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اليوم وحتى الزعلان علينا واحنا ما ندري، هم من خلال قناه الرشيد احنا نعتذر من عندك. ان شاء الله ماكو زعل. وصحة وسلامة. يا رب. مبارك.
على كل العراقيين، نورتنا وشكرا لاتصالك، وتحياتنا لكل اهلنا وناسنا بميسان. ابو هافال من كركوك، مساء الخير ابو هافال. راح ابو هافال مع كل الاسف، اتمنى تعود الاتصال بينا للمره الثانيه يا ابو هافال. اتصال اخر اعتقد اكو. اوكي مشاهدينا، باقين اياكم بالدقائق الاخيره بتغطيتنا الجميله والاكثر من رائعه، برنامج عيد وحبي مناسبه حلول عيد الفطر المبارك، ينعاد على كل العراقيين من الشمال للجنوب بخير وصحه وسلامه. وحتى ولو ما قدرنا اليوم نسمع اصواتكم الجميله، ان شاء الله بكره اللي ما سنت للفرصه اليوم يتواصل ويانا، بكره من الضروري تتصلون بينا، يفرحني كل اتصالاتكم. ايناس من بغداد، مساء العافيه يا ايناس. مساء الخير، كل حبيبتي بخير. وانت بخير من العايدين يا ربي. ان شاء الله عساكم من اواده، وكل عام الشعب العراقي بالف خير. اللهم امين يا ربي. شنو اخبارك يا ايناس؟ احكي لي اليوم شنو سويتوا، او بكره ان شاء الله شنو مخططاتكم بالعيد، شنو تسوون؟ اليوم صراحه بس عايدت امو وعايدت اهلي طبعا بالتليفون، يعني اخوتي قصدي بالتليفون، لانه هم اولياء بالامره. من خلالكم احب اعايدهم واقول لهم كل عام وهم بالف خير يا رب، يعطيهم صحه وعافيه وطول العمر. وان شاء الله مخططاتي باكر نطلع ان شاء الله. وين تروحون؟ اروح البيت اهلي الخوات، يعني ان خوات كل يعني كل منطقه يعني واحده موجوده. ضروري صلة الرحم وتروحين عليهم، يعني احنا اكيد بهذه الاربع ايام تلحقين تروحين اذا كل وحده موجوده بمنطقه معينه. لا هنا يعني شو مثل ما قلت قريبات، يعني قريبات في منطقه بعيده، لا يعني وحده قريبه على حتى لو واحد يقعد له نص ساعه ساعه تكفي، ان لا تكليش وما اعرف شنو نطلع. بالضبط، ان شاء الله تشوفيهم على خير وصحه وعافيه، وتحياتي لهم حبيبتي. نورتينا يا ايناس، عمري كل الهلا، شكرا لاتصالك يا عيوني انت. طبعا الاجواء تجنن، ما اعرف اذا تشوفون اليوم من خلف الاشخاص موجودين حاليا على البحيره بداخل الزوراء ومستمتعين وفعلا عايشين اجواء العيد وطقوسه بكامل تفاصيلها وبكل حذافيرها. اليوم كلش نفرح من نشوف اكو سعادة موجودة عند العراقيين، واليوم رغم كل الظروف الصعبة اللي احنا نعرفها ونسمع بيها، غلاء الاسعار، ارتفاع سعر الدولار، لحد الان بقاء وجود كورونا وغيره من كل الظروف الصعبة، لكن احنا كعراقيين والله وللامانة ماكو اقوى من عندنا ونجابه اصعب الظروف. ويا رب ان شاء الله كل ايامكم مو فقط هذه الايام تكون عبارة عن عيد وسعادة. عندنا احمد، مساء الخير يا احمد. لا راح احمد، اتمنى تعاود الاتصال بينا للمره الثانيه، ومثل ما ذكرت باقينا 10 دقائق على ختام تغطيتنا وبرنامج عيد وحب اليوم. اريد تكثفون اتصالات بهذه العشر دقائق الاخيره، اسمع اصواتكم، اسلم عليكم ونعايدكم بهذه التغطيه الجميله، تغطيتنا منكم واليكم، خصصناها لكم، نعايدكم وتعايدونا وتعايدون الأهل والأصدقاء والأقارب. عندك شيء بداخلك حاب توصل لشخص يمكن بعيد عنك بسبب الظروف ما تقدر تتواصل وياه، سواء يمكن تشوفه وجها لوجه أو باتصال أو برسالة، فقناة الرشيد خصصت لكم هذه الفرصة من خلال برنامج عيد وحب. عندنا أيضا اتصال من ابتهال من كركوك، ومساء الخير والعافية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، كل عام وانت بألف خير. أشكرك حياتي، كل عام عيدكم مبارك. يا أهلاً وسهلاً، تفضلي، من حابة تعايدين ابتهال؟ أولاً أعايدك حبيبي، شكراً. والثاني أهالي وأحبابي وأصدقائي وأخواني عمامي كلهم. حبيبي إن شاء الله توصل، إن شاء الله توصل معايدتك. احكي لي بهذه الأيام شنو استعداداتكم للعيد؟ شنو سويتوا؟ وين ناويين ان شاء الله بكره تروحون او اليوم؟ اول يوم راح نبقى بيتنا شوي ننتظر ضيوف. باقين اليوم بالبيت؟ ايه اليوم بقينا بالبيت ننتظر ضيوف. ها يعني ضيوف راح يجوكم؟ ايه. ما لحقتوا تطلعون وتتهنون؟ ماكو احلى من الضيف. ايه حياتي حبيبتي. حبيبتي نورتينا وشكرا لاتصالك، وتحياتنا لعائلتك. شي هاي طقوس العيد، يا اما نروح خطار يا اما خطار يجينا، وماكو احلى من هذه الطقوس. عندنا محمد من واسط، يسعد مساك وكل عام وانت بالف خير يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، كل الهلا، كل عام وانت بخير. ايامكم سعيده وصحه وسلامه ان شاء الله، كل عام وانتم بالف خير. من العايدين يا رب، ايش اخبارك يا عيوني؟ الحمد
الله يسلمك، تحقق امانيكم ان شاء الله في الدول. عينك تسلم لي للجميع ان شاء الله. الله يخليك. لمن حاب تعايد؟ والله عايد كل الشعب العراقي. ما عندك شخص يعني معين ببالك تعايده؟ لو فقط بصوره عامه تعايد، اكيد اهل، اصدقاء، شخص عزيز عليك. يعني الشخص العزيز علي خليه على صفحه هسه، بعدين عايده على الواتساب. اوكي، المهم تنساب هذه الايام. ها؟ المهم تنساب هذه الايام. لا 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 طبعا ما انسى. اوكي، بعد المن حاب تعايد من الاهل الاصدقاء، شخص مغترب خارج العراق، شخص زعلان عليك. انا عايد اختي بسويسرا. اوكي، ان شاء الله توصلك او تسمع معايدتك. شكرا لك معايدتك، كل عام وهي بخير ان شاء الله. اللهم ان شاء الله تعود الارض الوطن باقرب وقت. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. نورتنا يا عزيزي وشكرا لاتصالك. اكيد مستمرين ياكم مشاهدينا باتصالاتكم الجميله. ام جمانه من صلاح الدين، يا هلا وميت هلا، كل عام وانت بخير يا غاليه. ام جمانه، يا ام جمانه مساء الخير. أيوة نورتنا، ألف هلا. حياك الله، كل الهلا بيك يا قلبي، نورتينا. كل عام وانت بألف خير، من العايدين ان شاء الله. الله يسلمك حبيبتي، ان شاء الله صحة وسلامة. يا رب، وإلك بالمثل ان شاء الله. المن حابة تعايدين ام جمانة الغالية؟ السلام عليكم، شلونك؟ حبيبتي ام جمانة وياك جاي اسمعك، يا اهلا وسهلا. المن حابة تعايدين من خلال شاشتنا؟ والله اول شيء احب اعايد امي. تحياتنا لها، الله يعطيها صحة وعافية إن شاء الله. أم جمانة الله يخليك، قبل أن ينقطع الاتصال وطيلي صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف. وأحب أعايد أخواتي. وبعد؟ خالاتي كلهم كافة، وأتمنى بهذا العيد إن شاء الله الشفاء العاجل والدتي. اللهم آمين، الله يشافيها وتكون خيمة على روسكم ويعطيها صحة وعافية يا رب. الله يسلمك، تحياتي لكافة الشعب العراقي ان شاء الله. حبيبتي وتحياتنا لك يا غالية، شكرا لاتصالك، نورتينا وفرحتينا بسماع صوتك. ان شاء الله اليوم كل الاغاني اللي تسمعوها بهذه التغطية مهدات لعيونكم، واذا ما سمعتيها اليوم بكره وعد تسمعيها. شكرا يا غالية. يا اهلا حبيبي حبيبي، فدوات لعيونك. عندنا انور من البصرة، واخيرا نورونا اهل البصرة، يا مساء الخير. يا هلا يا هلا، الله يخليك يا عيوني، كل عام بخير وصحه وسلامه. الله يسلمك، الله يعافيك. من العايدين يا رب، وين من حاب تعايد يا انور؟ والله انا حاليا اهلي بالبصره، بس انا حاليا بالدوام. الله يساعدك يا عيوني ويعطيك صحه وعافيه بعيد عن اهلك بهذه الايام الحلوه والسعيده. الله يقويك ان شاء الله. الله يقويك. زين، عايدهم من خلال شاشتنا بما انه حضرتك بعيد عنهم. والله عايد امي وابوي ومحافظتي البصره والعراق والعالم كله، عالم الاسلام. ان شاء الله فدوى سوالفكم الحلوه. العيد هذا اي والله. ان شاء الله محمد وعلي يستر على العراق. امين امين، احلى دعوه والله. خذ الوادم هاي، خذ الوادم هاي ويستر عليها ويكفي شر والله. امين امين، نورتنا يا غالي وشكرا لاتصالك، والله يقويك ان شاء الله. وعايد وعايد طبعا، وعايد وعايد قناه الرشيد. طول عينك، تسلم والله، والكادر مالكم اجمعين ان شاء الله. اشكرك، ان شاء الله يحفظكم ويستر عليكم. يسلمك يا رب، وتحياتي الكادر لك يا غالي، نورتنا وشكرا لاتصالك. دعواتكم للحج الشعبي على راسنا على راسنا، الله يعطيكم صحة وعافية. والله انتم حماة الوطن، لولاكم ما اعرف شنو يكون حال البلد، للامانة مو مجاملة. الله يعطيكم صحة وعافية إن شاء الله. شكرا لاتصالك، يعني فعلا تحية حب وتقدير ومعايدة خاصة لكل قواتنا الأمنية اليوم يلي تشوفوهم سواء منتشرين بشوارع بغداد بأي محافظة، نشوفهم يلي أساسا هم ملتحقين بمحافظة أخرى بعيدة عن أهلهم، الله يساعدهم ويكون بعونهم. يعني إحنا اليوم موجودين قريبين على أهلنا ودنمارس كل طقوس العيد وقريبين من كل الناس يلي نحبهم ونعزهم، لكن اليوم قواتنا الأمنية بتعبهم حتى لو بداخل المحافظة اللي متواجدين أهلهم، دنشوفهم هم ساعات عملهم طويلة وديتعبون. الله يعطيهم صحة وعافية ويوفقكم، ويا رب إن شاء الله دائما نشوفكم بأحسن حال يا حماة البلد.
مشاهدينا اكيد كان انور اخر متصل وسمعنا كل اتصالاتكم الجميله ونورتونا، واني كلش مستمتعه وسعيده بسماع اصواتكم، واشكر قناه الرشيد لانه سنت لي هذه الفرصه انه تكون اكو تغطيه خاصه واني اقدمها حتى اكون بتواصل وتماس وياكم من خلال ارقام الخاصه بالبرنامج. ان شاء الله اشوفكم بكره بتغطيتنا الجميلة، ولا تنسون 4 أيام راح أكون وياكم بتغطية وببرنامج عيد وحب. تحياتي لكم وأحلى بوسات لعيونكم، وأشوفكم بكرة من الساعة 8 للـ9. شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير ومع السلامة.